ولد الفنان المصري شريف دسوقي في يوم 26 نوفمبر سنة 1967 في مدينة الأسكندرية لعائلة ميسورة الحال، فوالده كان يشغل منصب مدير مسرح إسماعيل ياسين عام 1952. عاش شريف طفولته في منزل بجوار مسرح إسماعيل ياسين تم بناؤه لأسرته، ودرس جميع المراحل الدراسية في الأسكندرية حتى حصل على الشهادة الجامعية. بدأ حب الفن يظهر عليه منذ الصغر بسبب عمل والده، إلا أنه عارض دخول ابنه عالم الفن والتمثيل ومنعه بالضرب في أكثر من مرة عندما قام شريف بأول تجربة تمثيل على المسرح الذي كان يعمل والده فيه. حاول بعد ذلك في الكثير من المرات العمل على المسرح بكل مهنة متاحة مثل فني صوت أو فني خشبة مسرح حتى استطاع تنمية مهاراته، لكن في ذلك الوقت حدثت إزالة المسرح وأغلب مسارح مدينة الأسكندرية، لكنه لم يتخلى عن حلمه واتجه للعمل في أصول الثقافة والفرق المستقلة، إلى أن بدأ يلفت انتباه أساتذة التمثيل في أكاديمية الفنون وجامعة الأسكندرية. تمكن من الحصول على فرصة للسفر خارج مصر لتنمية مهاراته مثل دولة النمسا وألمانيا ودول المغرب العربي، واستطاع اكتساب الكثير من الخبرة من خلال ورش التمثيل هناك. بدأ شريف دسوقي الوقوف أمام عدسات الكاميرات في عام 2003 عندما قدمت له المخرجة أسماء البكري أول فرصة حقيقية في حياة الشهرة، حيث شارك في فيلم العنف والسخرية الذي كان من إخراجها وكان في بطولته الفنان زكي عبد الوهاب. لفت الأنظار إليه على الرغم من بدايته المتأخرة، إلا أنه استطاع دخول عالم التمثيل من أوسع أبوابه حتى أصبح من كبار النجوم على مستوى الدراما في مصر. قدم الفنان شريف دسوقي الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة، ومن أبرز أعماله شارك في فيلم الإنس والنمس مع الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي، وجسد شريف شخصية والد تحسين في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار الرعب الكوميدي، حيث يعيش تحسين مع والدته وشقيقته في منزل واحد ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، وفجأة يتعرض لحادثة تتسبب في تغيير حياته جذريا، ويتعرف على فتاة تدعى نرمين يتعلق قلبه بها، ولكنه يصدم عندما يعلم أنها تنتمي إلى قبيلة جن تدعى النمس، وأنهم يسعون لزيادة نسلهم عن طريق زواجه من نرمين. قدم دور في مسلسل زي الورد مع الفنان يوسف الشريف والفنانة التونسية درة، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدخل السجن ظلما، وعندما يخرج يجد الفتاة التي أحبها قد تزوجت، فيبدأ البحث عن عمل ويعمل عند أحد رجال الأعمال ويقع في حب فتاة أخرى، لكن الظروف الاجتماعية المحيطة لا تسمح له بالزواج منها. وشارك الفنان ياسر جلال في المسلسل الذي قدمه في الموسم الرمضاني في عام 2019 مع الفنان أحمد عنان والفنان فتحي عبد الوهاب، وتدور أحداث المسلسل حول المصارع أدهم الذي يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر أن يبتعد عن هذه الحياة ويعيش حياة مستقرة آمنة يجد نفسه مطارد من عصابات ورجال المافيا. وجسد شخصية سباعي في مسلسل ميت وش الذي عرض في الموسم الرمضاني سنة 2020 مع الفنانة نيلي كريم والفنان آسر ياسين، وتدور أحداث المسلسل حول سكر التي تعمل نصابة محترفة ويتم النصب عليها من قبل عمر الذي يكون بدور نصاب أيضا، لتدخل في صراعات من أجل إعادة أموالها، ومن ثم تقرر أن تتحالف معه للقيام بعمليات نصب أكبر. ويعتبر هذا الدور من أشهر الأدوار التي قدمها الفنان شريف دسوقي خلال مسيرته الفنية حتى هذه اللحظة. أما عن حياته الشخصية، فتزوج شريف دسوقي من سيدة خارج الوسط الفني لم يذكر أي معلومات عنها خلال مقابلاته الإعلامية، لكنهم انفصلوا بعد ذلك ورزق منها بابنه الوحيد الذي أطلق عليه اسم أدهم. ويعتبر أدهم هو السند الحقيقي لوالده في الحياة، حيث نشر شريف صورة تجمعهم على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وأرفقها بتعليق أدعو الله أن يبارك فيه ويحفظه، لتنهال عليه التعليقات من الجمهور مادحين العلاقة التي تجمعهم.
تعرض الفنان شريف دسوقي لمرض السكري، وتسبب عدم معالجته السريعة والإهمال إلى حدوث عواقب كانت السبب في بتر ساقه، الأمر الذي أثار الكثير من التعاطف من قبل الجمهور أو أصدقائه في الوسط الفني. وكان من أبرز النجوم الذين وقفوا بجانبه الفنان إسلام صالح، الذي صرح بعد دخول شريف دسوقي إلى العمليات قائلا أن الأطباء قاموا بمنع كل الزيارات له، حتى الاتصالات والاكتفاء بالزيارات التي قام بها بعض الممثلين، وأنه تم وضعه حاليا تحت الأنظار لتأهيله نفسيا وعلاجه بالأدوية. كشف الفنان شريف دسوقي خلال لقائه الإعلامي في برنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذيع عبر قناة MBC مصر، أنه تعرض لموقف يصعب على أي حد تحمله، قائلا تعرضت لموقف غير آدمي من منتج معروف عندما طلبت منه أجري مقابل أيام التصوير التي قمت بتصويرها حتى أتعالج من مرضي، لكن تفاجأت برده بإني أخذت أجري وإني أفتري عليه وأتهمه بالباطل، كما إني أشرب الخمر ولا ألتزم بمواعيد التصوير. فكان الرد من شريف دسوقي قائلا أنه لا يكذب أو يدعي على نفسه، فهو شخص على خلق عالي، وأنه تربى ونشأ وسط عائلات معروفة، وحتى الآن تتذكرون أعمالهم وحاضرة في أذهانكم، لذلك من الغير لائق تماما أن يقال عليه مثل هذه الاتهامات الباطلة.